مرحب بحضراتكم من جديد، وزي ما عودنا حضراتكم من دايما يعني في برنامج السادسة بيبقى معانا نجوم من كل أنحاء العالم. النهاردة هيبقى معانا برضو نجم، وهو خوسيه أنيجو، نجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي ومديره الفني السابق. برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي. في البداية عايزة أسألك عن رأيك في الظهور المميز طبعا للأندية الفرنسية، وأن يكون في فريقين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في نص نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة. أعتقد أنها سنة جيدة بالنسبة للمسابقة الفرنسية. كما أعتقد أيضا أنه لن يتكرر مجددا، لأن التنافس على ماتش واحد للحصول على اللقب حتى يصل كلا الفريقين إلى السيمي فاينل كان أمرا يعني لا يتكرر كثيرا. طيب عايزين نعرف يعني احساس جماهير مارسيليا وهم شايفين باريس سان جيرمان غريمهم التقليدي بيحقق النجاحات دي في الموسم ده. يجب ان نعلم قبل كل شيء ان اشجع مارسي، انا ولدت في مارسي، وبالنسبه لكل ابناء مارسي فريق سان جيرمان هو الفريق المنافس. نعم نحن نرى انه فرح كبير لكل ابناء مارسي ان نرى ان فريق اوليك دو مارسي هو يشرفنا تشجيعه في مثل هذه المنافسه الاوروبيه، والذي كنا نعتقد انه امر مستحيل. يعني ممكن اقول انك شجعت باريس سان جيرمان في نهائي دوري ابطال اوروبا وهو بيلعب بايرن ميونخ؟ أن أوضع نفسي كشخص متخصص في الكرة بطريقة دون أي تحيز، وأرى أن كأس الفرنسي هو شيء بالنسبة لي من الناحية الفنية. لم يعني اسمحوا لي أن أقول بمنتهى الصراحة أني لا أرى فرص كثيرة أمام سان جيرمان، وأرى أنه فريق وإن كان ناجحا وسيظل لمدة طويلة بطل. طيب كنت لاعب ومدرب بفريق أولمبيك مارسيليا، ليه النادي يعني ناس بتسأل ليه النادي الفرنسي بقى دلوقتي بعيد عن المنافسة على الألقاب الأوروبية، رغم طبعا هو كان بطل لدوري الأبطال في نسخة 93؟ ببساطة لأن اليوم الوسائل المالية للفريق ليست هي في أفضل حال، ففريقنا له الجودة يعني يمتلك الجودة، ولكنه اليوم ليس قادر على التنافس في الشامبيونز ليج. وأرى أن النتائج على المدى الطويل يمكنه قد تحمل الفريق على التنافس مع برشلونة أو مع مدريد ومع تشيلسي ومع سيتي. كل هذه الفرق التي النهاردة تعتبر متميزة هو بفضل ما تناله من تمويلات. طيب بعيد برضو عن المسألة المالية، إيه اللي بينقص نادي أولمبيك مارسيليا عشان ينافس سان جيرمان وليون وموناكو مثلا على لقب الدوري الفرنسي؟ قبل كل شيء يعني اعتقد اني جاوبت على هذا الامر، لان كلوب مارسي لديه مدرب عالي الجوده قادر، يعني اندريا هو مدرب اعتاد ان يدير فرقا كبيره فرقا اوروبيه، ولكن اليوم هو فريق يعتبر فريق شاب، كافه لاعبيه شباب، ولكن ليس بالكامل مستعد اليوم للفوز باللقب. نحن لا نرى ان هناك فرق اخرى في فرنسا يمكنها التنافس مع باريس سان جيرمان وهو فريق قوي حاليا. طيب شايف مثلا ان في لعيبه معينه حتى ممكن حضرتك تقولهم بالاسم، مثلا مارسيليا لو جابهم او تعاقد معاهم هيبقى في حته تانية لو طبعا متوفر ليه الماديات اللي ان هو يقدر يعمل ده؟ Oui, monsieur. Vous pouvez nous suggérer.
Aujourd'hui, je pense que si اليوم l'Olympique de Marseille, si l'Olympique de لو Marseille avait الأولمبيك l'argent, comme on a, comme le PSG en a aujourd'hui, كما هو ce اليوم club-là est capable d'attirer tous les يمكنه nouveaux أن Européens. يسحب يعني أن C'est, يطلب الكثير من faut النجوم comprendre que الأوروبية، ولكن يجب أن le نفهم vrai football, أن la place الكرة forte du football الحقيقية en أو France, قوة c'est Marseille. كرة القدم في C'est مصر l'équipe في populaire en فرنسا France, هي c'est le club فريق مارسي، extraordinaire en وهو France, et فريق aujourd'hui له seulement les تاريخ moyens financiers ومعروف، nous permettent إلا أن d'acheter les meilleurs joueurs. لا أعتقد أن Les meilleurs joueurs européens viendront à l'Olympique. بالنسبة للحالة Tant que المادية financièrement, on يمكنه n'aura pas ضم la لاعبين capacité de le جدد، faire. أو بالتالي السؤال لا يمكنني إجابته. طيب، هل لقب الدوري الفرنسي الموسم ده واللي هو انطلق خلاص من عدة أيام محسوم برضو، ممكن نقول إن هو محسوم لنادي باريس سان جيرمان؟ نعم، أود أن أقول بصراحة أن باريس سان جيرمان هو فريق قد يكون بالنسبة أمامه بعض الصعوبات، قد يكون فريق من الصعب التفوق عليه، ولكن في آخر الميركاتو يعني لا يمكننا حتى الآن أن نشير إلى من سيكون الفريق الراجح أو الفائز، ولا يمكن لأحد الآن في فرنسا أن يتفوق على فريق سان جيرمان. ولكن بالنسبة لطول الماتشات وبالنسبة للمسابقات، أنا أعتقد أن سان جيرمان هو الأفضل حتى الآن. طيب، يعني كنت حضرتك يعني دربت احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، يعني لما لعب في صفوف مارسيليا، عايزه اعرف برضه ابرز ذكرياتك معاه. الذكريات التي لدي عن ميدو أنه حين وصل إلى مارسي كان شاب، كان سنه صغير، وكان هو النجم في أول الأمر. حين اشتراه أولمبيك دو مارسي، وكان هناك آخرين، كان بعض اللاعبين الذي لا يعرفهم أحد، إلا أن في آخر العام وجدنا أنه تقدم على ميدو وثم ذهب إلى تشيلسي. ولكن ما أتذكره عن ميدو هو أنه لاعب متفوق وشاب متميز ولديه إمكانيات، وفي رأيي الشخصي قابل العديد من الضغوط، ولكنه كان فعلا شاب ناجح. طيب، كمان يعني انت مكتشف دروجبا، يعني واحد من عمالقة افريقيا، يعني ايه ابرز برضو ذكريات مع لاعب زي دروجبا؟ دروجبا، ما أتذكره هو أنه شخص كان تجمعني به علاقة مقربة، وقد أصبح بعد مارسي نجم في تشيلسي، وقام بتاريخ، يعني قدم تاريخ وبذكاء وبإمكانيات. أرى أنه لا زال لديه الثراء والكثير الذي يمكنه العطاء، وكذلك على المستوى الآدمي. ولذلك أنا أقول لحضرتك أني متعلق به، يعني لي بيني وبينه علاقة شخصية. طيب، رأيك في النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، إيه رأيك في تجربة احترافه مع ليفربول؟ نعم، اسمعيني، أنا أحب محمد صلاح، وهو واحد من هؤلاء النجوم النادرين الذين يقدرون على تغيير المباراة. ليس هناك الكثيرين مثله اليوم، وهو كلاعب مع مصر ومع ليفربول هو دايما ناجح، وإمكانياته هي أقرب إلى أن يعني توصلنا إلى الجنون. هو مختلف تماما، وأرى أن لاعبين كهذا لا نجدهم، يعني مش موجودين. هو خلاق وقادر على العطاء وإنسان مميز. طيب، في يمكن نجوم كتير احترفوا من مصر بره، او مش كتير بس في عدد من النجوم احترف من مصر، بس محمد صلاح هو اللي دلوقتي في مكانه تانية خالص وحقق انجازات كبيره جدا مع ليفربول. تفتكر ايه اللي بيميزه عن اي حد تاني ممكن يكون احترف؟ هل هي العقليه؟ هل يعني شايف ايه ممكن يكون بيميز محمد صلاح؟
أعتقد أن نقطة القوة هي إمكانياته على التفاعل مع الجو الخارجي، مع الخارج، لأنه أيضا لا ننسى ثقل أو حمل تغيير الثقافة. والكرة الإنجليزية هي كرة تستدعي مجهود شديد، وأرى أن محمد صلاح نجح في إنجلترا بنسبة 100% بإمكانياته العقلية وذكائه وكذلك قدرته كلاعب كرة مميز. طيب، وبعد النجاحات اللي هو حققها بنسبة 100% مع ليفربول وفي الدوري الإنجليزي، من وجهة نظرك أنت شايف أنه جه الوقت أن هو ياخد خطوة تانية، أن هو يروح دوري تاني أو أصلا نادي تاني غير ليفربول، ولا الأصح أن هو يكمل مع ليفربول بعد النجاحات دي كلها؟ النهاردة هناك يعني اثنان أو ثلاثة من الشامبيونشيب، ولكني أرى أنه في ليفربول اليوم هو الكينج، محمد صلاح هو الكينج والنجم الأكبر، وهو كذلك ليس فقط نجم ليفربول بل نجم على مستوى العالمي. إلا أني أرى أنه بما لدى ليفربول من نجاحات تاريخية، محمد صلاح هو في أفضل مكان له حاليا. طيب، احنا بنشوف لعيبه مصريه بتحترف في الدوري الانجليزي، لكن ما يعني في الدوري الفرنسي ما فيش حاليا لعيبه مصريه، ممكن يكون ايه السبب او ايه الفرق بين الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي من وجهه نظرك؟ هو ليس المنافسة أو هي الفرق هي في الشجاعة المطلوبة للذهاب للبحث عن لاعبين أجانب، وأن يكون هناك من يبحث عن لاعبين في مصر وعن المواهب الذين يمكنهم اللعب في فرنسا، إنجلترا أو أي دولة أخرى. وأرى أن يجب على النوادي الفرنسية أن تكون لديها القدرة على البحث عن مثل هذه المواهب وضمهم. وما أراه ببساطة هو أنه سوق لا يزال غير معروف بالنسبة لنا. بشكرك جدا خوسيه أنيجي، كنت معنا عبر زوم على شاشة قناة الأهلي. شكرا جدا.